بس خليني أبدأ مع حضرتك من مصر. يمكن مصر قدرت إن هي تعدي فترة صعبة جدا وتستعيد عافيتها وسط أزمات صحية، أزمات اقتصادية، أزمات اجتماعية وغيره. مصر إزاي قدرت تعمل ده يا أستاذة فريدة؟ مصر قدرت تعمل ده لأنه القائد اللي يعني تبنى هذا المشروع أو اعتمده أو اعتقده أو كان جاي عشان ينفذه حاز على ثقة المصريين. المصريين كلهم وراه. سيبك من ان في كام واحد كده يعني بيقولوا اي كلام ولا اي حاجه، يعني زي ما قلنا، يعني كنت بتكلم مع حد بقول له يعني مثلا هيجي واحد بعد ما طلع من بطن البقره والعشوائيات وراح الاسمرات، فيقولوا له ده السيسي ما عملكش حاجه؟ لا، عمل، واحنا لامسين اللي بيعمله، لامسينه في كل، يعني انت كان معاكي ناس بتتكلم من شويه، شوف مجال الصحه، مجال التعليم، مجال الاهتمام بذوي الاحتياجات، ما فيش حاجه هذا الرجل مش واخد باله منها. فدي حاجه طبعا مخليه كل المصريين وراه. هو احنا ليه، احنا ايه القائد، ايه لازمته؟ القائد هو اللي ينهض ببلدنا واللي خلينا نساهم حتى عشان نحس ان احنا بنعمل حاجه. ما هو لما نقعد كده ما هن في الاخر هنتشل، يعني وتشلينا فترات طويله. يعني النهارده الثقه في الشباب ليه؟ لان الشباب هم قوه المستقبل، هم اللي جايين في المستقبل، والثقه في الشباب لان الشعب المصري والشباب المصري يستحق هذا. والشباب وقف وقفات رائعه مع القياده ومع الوطن، يعني فكل ده بيخلينا نحس ان احنا استردينا مصر تاني. طيب يمكن حضرتك اختصيتي الداخل المصري، ويمكن حضرتك كان ليكي جمله مهمه جدا في احد نقاشاتي معاكي متعلقه بان لو ما كناش اصلحنا ما في الداخل ما كناش هنقدر نعكس او نوضح ونغير صوره مصر للخارج. مصر طول عمرها وتاريخها بيدل على ان هي العمود الفقري بالنسبه للكثير من انظمه الدول طبعًا العربيه بشكل عام. ما حدث في الداخل المصري من نهوض وتنميه في مختلف القطاعات، مش في قطاع بعينه، الى اي مدى القى بظلاله وانعكس على النظام العربي بشكل عام؟ حتى هم الدول العربيه اللي بتتعافى دلوقتي هي نفسها بتقول ان مصر هي اللي ادتنا الامل. هي نفسها اللي بتقول ان مصر هي المثال الذي يحتذى. يعني شوف انت تونس مثلا اللي حصل كله، شافوا النموذج المصري حصل ازاي، شافوا الشعب وقف لقوى الظلام، لقوى الشر، للقوى اللي كانت عايزه تفرتكنا. على فكره الدين عمره ما كان يعني اداه لتفرقه الناس، بالعكس الدين بيجمع. فلما يجوا ناس من خلال الدين يفرتكوا فينا حتت 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 واحنا نتصدى لده وننتصر على قوى الشر، فطبعا كل الدول العربيه اللي حوالينا يعني فخوره بده. طب وفيما يتعلق بالنهوض يا استاذه فريده، تجربه النهوض والمشروعات القوميه، مصر يمكن اصبح الان ليها يعني صوت مسموع في طبعاً في المجتمع الدولي، في طبعاً المحافل الدوليه طبعاً غيره. ازاي نقدر نقول ان مصر قدرت تساعد الكثير من الدول العربيه في الفتره اللي فاتت طبعاً فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ شوفي انت عندك رئيس الوزراء العراقي اللي اتصل بالرئيس يعني مؤخرا، يعني اتصل بيه ليه؟ لانه عايز، يعني لما الرئيس راح كان اول زياره يقوم بها رئيس مصر للعراق من 30 سنه مثلا، يعني احنا برضه انكمشنا. الوقت مصر بترجع تاني بتفرد جناحاتها كده عشان تطير بقى، تحلق في السماء. لما بتحلق بتاخد معاها كل اشقائها، لأن مصر عمرها ما كانت أنانية ولا كانت منغلقة على نفسها. فالنهارده لما يجي مثلا في العراق يبقى في اتفاقات على مشاريع معينة، هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل وتبادل. خدي بالك إن في الدول العربية الأقطار العربية كلها ممكن تجمل بعض. يعني ممكن أنا عندي بترول وأنا عندي زراعة، أنا عندي قطن وأنت عندك خضار، يعني عارفة. وفي اتفاقيات بتتم بناء على كده، في اتفاقيات هايله. يعني النهارده في اتفاقيات ان الشركات المصريه كلها هتروح تعمر في العراق. لما هتعمر في العراق سيبك من الشكل، سيبك من قصدي من الماده انه هيبقى في عماره وبتاع، لكن هيبقى في تواصل مع الناس. انا كنت بروح العراق كتير قوي على فكره، من اجمل الدول العربيه ومن انبلها.
يعني. بس اللي حصل بقى ان الجماعه الامريكان اكتشفوا انهم لازم يعملوا ديمقراطيه فيها زي الديمقراطيه اللي احنا شايفينها دلوقتي. الحمد لله نبتدي نتعافى منها. يعني فاللي حصل ان انت عندك ده، وعندك كمان الاتفاق مع الاردن والعراق اللي هو اتفاق الشام الجديد ده. بس هكلم حضرتك ده كمان يعني شوفي ده كله يعني، وفي مشروعات يعني قيد التنفيذ دلوقتي، يعني البترول هيتاخد باسعار مخفضه من العراق ويطلع على الاردن وبعدين يجينا.